of ECOWAS, including Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, and Nigeria on the Atlantic coast, but also the landlocked countries of Mali, Niger, and Burkina Faso. مشروع الغنبوب الغاز ما بين نيجيريا والمغرب هو مشروع استراتيجي اللي نبع من رؤية لصاحب الجلالة ناصر الملك محمد السادس نصره الله والرئيس محمد بوهاري من نيجيريا. هذا المشروع عنده أهمية كبرى لأنه غادي يساهم في التنمية ديال المنطقة، غادي يساهم في الولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة، غادي يساعد أيضا في تطوير الاقتصاد وتطوير المناخ الاجتماعي ديال المنطقة، غادي يساعد أيضا جميع البلدان اللي هي في العبور ديالو باش يمكن لها تطور المؤهلات ديالها لا المعدنية ولا الصناعية، وغادي يمكن أيضا يتصدر للخارج، وحنا كنعرفوا الحاجة اللي عندها أوروبا في هذا الغاز. حنا اليوم في واحد المرحلة جد مهمة بهاد الاتفاقية اللي تنضات ما بين المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والنيجيريا والمغرب، لأنها كتبين الدعامة والأهمية اللي كيعطيو هاد البلدان 14 بلدان ديال المجموعة الاقتصادية لهذا المشروع. من البداية ديال الدراسات ساهمت المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا في تتبع المشروع وكانت دائما كتساندو، ولكن اليوم بهذه الاتفاقية كيبينوا بأنهم واعيين بالأهمية ديالو، غادي يشاركونا في جميع المراحل الأخيرة اللي غادي تمكننا باش إن شاء الله ننجحوا هذا المشروع اللي غادي يمكن له يرجع إلا يعني بالمنفعة وبالإيجابيات كثيرة على الساكنة وعلى جميع البلدان، واللي غادي يعطي لإفريقيا تموقع أكثر في الساحة في المنطقة وفي الأهمية ديال الربط ديالو مع أوروبا. حنا كلنا كنعرفوا الأزمات اللي كيعرفوا العالم اليوم الأزمة ديال الطاقة، والغاز ديال إفريقيا إن شاء الله غادي يساهم في تطوير المعيشة وفي تطوير الاقتصاد وفي الاندماج الاقتصادي ديال المنطقة ديالنا، وغادي يواكب أيضا الحاجيات ديال أوروبا إن شاء الله في المستقبل. أيضا كنشكروا جميع يعني المتدخلين اللي حضروا معنا اليوم، ولا سيما هذه المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وأيضا نيجيريا بفضل الحضور ديال السيد رئيس المدير العام ديال الشركة النيجيرية للهيدروكربورات. فإن شاء الله المشروع ما غادي يمكن غير يكون ناجح بالدعم ديال الجميع. La signature aujourd'hui de ce mémorandum est une étape cruciale dans ce projet stratégique qui émane d'une vision, celle de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui, avec son frère, le président Buhari du Nigeria, ont imaginé ce projet essentiel pour le développement socio-économique de l'Afrique de l'Ouest en particulier, mais également aujourd'hui, à l'heure où nous avons une crise en Europe, ce pipeline va permettre aussi de transporter du gaz vers l'Europe. The coverage. So I'm sure they're very impatient to have some interviews